وحنا صابرين بحكم الله واكل معنا رزقنا، ولكن عاود الجد كان كيجي على البلاد حنا معاه، عدي البيرمي ديال العود في كما كان النوع تاعو، كتجمع لي البليه مع العود فين ما كان العود انا معاه. صباح هذا بدقط داته من مكحله. شنو السبب؟ والسبب البارود اخويا، مكحله فيها البارود كثير وما قبلته شيء وتفرقت. هايدي هاي في النهايه دوك راه كنجيبها الثاني ها انت دابا تجدر البارود وهنا هنا ها دابا تا اللي درا شلخ غادي الخيل الصحراء وعندي فائدات في المنام انا غادي الصحراء غادخلها نهار ثلاثة تبرد نهار الاربعاء وتبرد نهار الخميس في العشية تجمع السلت نهار الجمعة غادي دابا تما دابا بالباب الرباط عند سيدنا ناصر الله ولا واسمح لي كاين اللي ياكل ودابا يدير راسك انت والثالث كتسوق العود وهو ما عارفش اللي يجمو كاع والعود حنا حافظين لك كوتا والعود اللي كان ما كيجيش يطلع بالفاس شويه كان في مرته بزاف الفاس كيتسد ما يمشيش انا مسود العود جد نعم سيدي نعم لا لا داخل المدينه خارج المدينه كيشد كيتشفت منا ديما نتأدى حقوق المراه حقوق الراجل تخزن في راسك الصباح والعشيه ولا بغات تخرج معك عائله تابعك عائله شتي شي حاجه وعجبتك شي حاجه دير الواجبات وجي الحاجه مرحبا بك عطانا الله ندفعوا السلعه نجيبوا السلعه كاينه الله يرحم الوالدين سربا ناديه الشريف انت فرحان حتى فرحان على ما فرحان كنقعد سيمانه هنا الشرف كي جاك الشرف دابا مأدب الشرف وفين ما مشينا قدامنا الشرف ومعنا الشرف والشرف بالحلاوي كي جاك كل شيء زين نعم سيدي قول لي هذوك الحروف اللي قلت الحروف اللي في الباء التاء التاء الجيم الحال خدال دال الرا 10 الزي 11 باش حضرنا وباش غندعو على الخير معنا في هذه الحروف دابا باب الجد دابا حروف القران 30 حرف نعم سيدي علاش واقف السروع هذا دوا معاك دابا على حسابي انا هذا دابا شنو كيعجبك في الخيل؟ كيعجبني دابا جميع الالوان وانا معلم على جميع الالوان عندي البيرمي ديال العود في كما كان النوع تاعو وراكب هنا وراكب في مديونه وقديم من يم فيده السبيسيه كانوا كيجوا عند بويا انا الدار فوق ولتحت بيتو مشوا الاثنين عسوا القنبور هاك الساعه انا باقي دري صغير ولد 12 عام نقود العود ونوضي كنا كنركبوا مع بالحمديه ومع الخوخي ومع بريك الدريوشي ومع المويسات وما خلينا في ركبنا في مديونة في سيدي حجاج مولاي عبد الله ورابحين نتيجة في مولاي عبد الله كتجمع لي البلية مع العود فين ما كان العود أنا معاه قال لك لا من أجعل الأرض مهادا الجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا النوم سوبة وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجا ولنخرج به حبا ونباتا وجناتها الفافا بارك من تنمير صدق الله العظيم صافي قبول عبدة عبدة جن الربح مولاي عبد الله كيقول عبدة عبدة مجرحين الكبده عمر ضيف امي يمشي جعان عمر الشر امي هنا والخيل باقين وانا كاسب العود درك عندي دابا ديال خرج ودخل وكاسب عود دابا ما قدرت على البارود راه عمري شويه شريفاني فيناك دابا كتجيني شي سقف المقعد دابا نطيح وانا تابع العود دابا بعمر الله ونمشي معاهم انا السهرة غادي ليها غادي السهرة دابا تما قدرنا دابا تما جيشو غادي الخيل السهرة وعندي فائدات في المنام انا غادي السهرة غادخلها نهار ثلاثة تبرد نهار الاربعاء وتبرد نهار الخميس في العشية تجمع السلت نهار الجمعة غادي دابا تما دابا بالباب الرباط عند سيدنا ناصر الله ولا شي حاجة تشد المستقبل ديالك واش باردي ولا وكال تاع الفرقو المغرب كامل انا كيعجبني السربة واخا مول البوشكلي كيعجبني تا وعندو السربة عندو العود ها كيعجبوك انت السربات دابا كاملين كيعجبوني كاين اللي ما يقدش دابا يوكل العوده نهار وحنا صابرين بحكم الله واكل معنا رزقنا ولكن عاود الجد كان كيجي على البلاد حنا معاه واسمح لي كاين اللي ياكل ودابا يدير راسك انت والثالث كتسوق العود وهو ما عارفش اللي يجمو كاع والعود حنا حافظين لك كوتا والعود اللي كان ما كيجيش يطلع بالفاس شويه كان في مرته بزاف الفاس كيتسد ما يمشيش وفهمتيني ولا شحال مواد دخلونا الخزين وقال لك هذا عروبي وكذا وكذا العظام مش عنده من عين العظام قلت لي عنده 22 عين 8 دوم الخراس و8 دوم الركابات و6 دوم الدير ولا بغيتي توقل في قلب اللزمه كان ضربه سخونه تضرب وتبا تقعد كان ضربه باسيه يقعد هكا يولبك فرداز كيكونوا الفرايج تيليفون تيغنوا ولا بغيتي حتى الفرايج تجيب ها لا يوزر كيقولهم تيليف واجبوه دابا مفرجين مع روسنا واكلين شاربين البرقوق لما كان البرقوق غيره حنا غنوفوا ها
مزيان هي الناس ضعافه ولا شي حاجه يولي فيه الريش شويه دابا قول شد ديال المكحله كي خاصتكم راني وريتك انا المكحله كشد راه المكحله وهي المعلم البارود عنده لعبات وهي الله يبارك فيك كلامك زين وتا انا راني خوك هذا يتفلوه المحفوظ والصوره ما كتخطانيش وبيسامين هنا ديال الشرطه في جيبي وبلا ما ندفع انا جيد ولا شهاده قاعد متروح السبت كنشد خزانه بركا عاود كنجيب خبارو واحد مولاه نعس كنجيب خبارو ولا تشدوا القنبه ولا شهاده هزه هجوج شده واحد والهزه جوج وحطها على ودني العود ما تدورو كدير لك الجام دورو كدير لك الجام ما بينها وما بين العود دابا 30 سنتيم ها انت تكيت هاد المكحله كجاري هاد المعلميه بلاتي بورتابل لا طيح لي هاد التكت العود فوق العرف ها انت هز لا تجر لك عصارتك هذا بتجاول هسات هسرع قسنام هكا ها الرميه في المكحله ما تردمهاش ديما تخلي 40 سنتيم قدامك باش تبان باش تبان لك في غادي يضرب باش تبان اي كون لا بان صباح هذا بتقطع داتهم المكحله شنو السبب؟ والسبب البارود اخويا مكحله فيها البارود كثير وما قبلت شيء وتفرقت هايدي ها هي في نهايه دوكا كنجيب الثاني ها انت دابا تجدر البارود هنا هنا هذا دابا تالي دراش الاخ موسم تاع ثلاث كان سيدي بوارك كان رئيس بن زوينه والمكي ود الوقيد سمعتيني كواش هذا ولا لا في الكواش هي قول لي بغيت نسولك دابا شحال في العمر ديالك العمر ديالي كانوا نبلور كيديروا لاكارت اموها اي هنزو دوكا انا واقف في درجه 70 قريب 12 ها الله لا بغيت يجبد عمري نقدر نفوت الفرانك ولا 300 لا انا ولا الثاني تزربال غادي ولا نسولك قول تالين غادي يبقى عندك الحب للعود وتالين نبقى تقطع على العود ديما خويا دابا مع هذا فرقتني عليه الموت انا راه كنوض في الليل ونخرج ليه الماكله نعسى ساعة في الليل انا كتقدني دابا ونخرج ليه الماكله ونطالع فيه واش عدو ولا ما عدو والمور الخطرتين والمريغه وحافظ الكوت تشري ولا عطى الله هو هذا ولقيت بويا انا عنده من يام الفيده النصريه تم الخير فوق ولتحت سويسيا كانوا يجوا ثلاثة ويبيتوا عدوا الصباح يفطروا مع الخمسين مشوا يعسوا القنبول غتصوبت هدا وهالما هالشانتي هالرايح داك هالرايح داك عيشوا دابا انا مساوي العود جد نعم سيدي نعم لا لا داخل المدينة خارج المدينة كي شت كي شفت ما ديما ادا حقوق المرأة حقوق الراجل تخزن في راسك الصباح والعشية ولا بغيت تخرج معك عائلة تابعك عائلة شتي شي حاجة وعجبتك شي حاجة دير الواجبات وجي الحاجة مرحبا بك عطانا الله ندفعوا السلعة نجيبوا السلعة كاينة الله يرحم الوالدين الدعوة سيدي دابا تما الله يعطيهم الفضل كامل والله ينصرهم كاملين والله يدوزهم في المحفظه كاملين لا الغادي ولا الجاي باسم الله ولا اله الا الله محمد رسول الله وباسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد اله وصحبه وسلم على قدره ومقدره العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون راك المكحله راك المكحله ريح بلاصتك ريح بلاصتك اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة